لو كنا نقول لزنا حبتين في الصفحة
208 209 كتاب جابرييل كامبس. جابرييل كامبس بابا ذاكرة قوية صفحة 208 209 ميتين الكتاب دباتي بيكون دباتي بيكون قديم جدا ويعود إلى مرحلة مرحلة العصر الحجري الحديث. العصر الحجري الحديث هو قديم قبل الميلاد، يعني قبل الميلاد. ومرحلة العصر الحجري تعود مؤرخي التحديد ما بين 10000 و 4500 سنة قبل الميلاد، أي 10000 و 4500 سنة قبل الميلاد. مغريف الأمور اللي تعرف بس انتي سوف الكتابة بعد النقائش اللي تفتح الجزائر ومن قصيدة النقائش أنه الإنسان أمازيغي يجور يوحوني وتفسير ذلك هو تكبش وقربان للإله، يعني أن الأمازيغ يقدرون قربان الله منذ عصر عصر الحجري الحديث، يعني قبل ظهور الديانات الإبراهيم. الغريب في الأمر أن النقشات غلبت الناس المسيحيين هو أنها قديمة على إله رعد اللي رتبت فيما بعد عند المصريين، وقديم أكثر من ذلك على فكرة الكبش الضحية في بلاد الشام وبلاد الرافدين. يعني خلاصة أننا ربما وهذه ليبوتيز لكن من خلال تسلسل تاريخي يظهر أن الإنسان الأمازيغي عرف التوحيد قبل الديانة السؤال الذي أطرحه الإطار وربما أوافق جابرييل كامبس، أتذكر إبراهيم الخليل من ولد تماماً 2400 قبل الميلاد و 2200 قبل الميلاد. 2400 و 2200 قبل الميلاد. هذا يعني أننا فكر أن كابش ليروسي ويس إشكال ولات العقول التسلسل فقط على أن تسأل المستحيل أننا الفكرين أليست في أوروبيها أفريكا الأمازيغية مرت عبر مصر والتقطتها الشام حضارة الشام و يعني علاش هي تغزل حنا باسم الزازلة حدود السلسلة المستقيمة فقط أليس هناك تأتي أرسل زيد تفكير حتى إيس هذا إيس بوينت أنا شفت دابا البكري وأحد الأعزاء سي محمد كليه الأندلسي يقولون 2014-1994 ميلادية المسالك والمالك يبدأ رد ريكسون في المول المغربي رأيت كما موسى بني موسى رأيت كما بأدنى بني موسى موسى وإلى قبائل سمولة في المول أنا ذكرت ما وصف بأنها تحتفظ ويعني القرن الحادي عشر ليس في ما وصف بعد قبائل ربما تقدس لكن ما وصف نطقا ما وصف لكن تنوم ذاتي نغير بالدرس أن سنجد لك شمسوق متخفيين انت اخزريت اخزرام البكري وسيدي ماذا ترى ممكن لي مسألة تخصص البكري درس نوع 4 يتي
في هذه الكنيسة غالبا تربط بالشركية الجزيرة. كما يقولون الدين وهم في عمق مصدرين للتشوه بالمر يلي أتي تحديد مرحلة ما قبل الإسلام يلي الله في مرحلة المسيح وحبيبة كثيرة كثيرة بعد الإسلام، فقبل يعني ليس مطلوب